بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب البحريني بجميع أبنائه وبجميع طوائفه يخرجون بشكل يومي إلى الساحات والميادين، وهذه المسيرة التي نقيمها هنا أمام مبنى مجلس رئيس الوزراء البريطاني بشكل أسبوعي هي تأتي في هذا السياق البحراني من حراكه المتواصل والمتصاعد. نقف هنا للتعبير عن العديد من الأمور، من ضمنها أن نرفع شعارات الثورة البحرينية الجميلة ونردد مطالب الشعب البحريني الذي أطلقه في دوار اللؤلؤة دوار الحرية، وأيضا نقف هنا للتنديد بالسياسة البريطانية المنافقة التي تدعم فيها النظام الإرهابي النظام الخليفي التي تدعمه بالسلاح وبالمال وتواجد خبراته الأمنية، وأيضا نقف هنا للتعبير عن الرفض للنفاق هذا النفاق البريطاني. فنجد هناك العديد من الأسئلة قد وجهت في البرلمان البريطاني، أكثر من 8 أسئلة طوال العامين الماضيين تسأل عن المعتقل البطل الدكتور عبد الجليل السنقيس، هذا المعتقل المصاب بالإعاقة البدنية قد تم السؤال عنه من قبل العديد من البرلمانيين هنا، يسأل الحكومة البريطانية عن أوضاعه في السجن ولماذا لا, 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 لا يعامل معاملة إنسانية ويسحب منه عكازه الذي يتكئ عليهم في الحركة ويمنع ومن حقه في العلاج. وجدنا الجواب البريطاني يعكس هذه السياسة السامجة سياسة النفاق. نقف هنا لنعبر عن هذه رفضنا لهذه السياسة، ونقف هنا لنأيد حق الدكتور عبد الجليل السنقيس في حقه في العلاج الذي حرم منه في طوال ما هو متواجد في السجن، وبالذات في الفترة الأخيرة لأكثر من 7 أشهر عندما رفض الامتثال لأوامر سجانيه، وقد منعوه من الزيارة وقد منعوه من لقاء أهله ومنعوه من العلاج، وهذا يعكس الصورة الوحشية للنظام الخليفي الذي عاقب الأطفال وزجبهم في السجون وحكم عليهم بأحكام قاسية وعاقب المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بمعاملة مهينة كالدكتور عبد الجليل السنقيس. ولم يكتفي النظام في معاقبة الدكتور السنقيس بهذا الأمر، نتيجة قيامه بمناصرة الشعب البحريني والتعبير عن الرأي ومطالبه بل ذهب إلى أبعد عندما اقتحم منزله في العديد من المرات، وبالذات المرة الأخيرة التي كانت في شهر أبريل من عام 2011، وقام بالاعتداء على من كان في المنزل وتحطيم من كان به، وكانت الهجمة المحسية تعكس عقلية هذا النظام التتاري. وأيضا وجدنا هذا النظام يتمادى في غيه في تعذيب هذا الدكتور البطل عندما اعتدى على عرض أبنائه وعرض بناته عندما هدده بجلب أحد بناته وغيرها من هذه الأمور. ولم يكتفي النظام بهذا الأمر بل ذهب في عقاب الدكتور البطل إلى أبعد الحدود حتى عاقب أهله من الدرجة الأولى والثانية والثالثة، فابنه مسجون في السجن لأكثر من 7 سنوات لا لجرم اقترفه، ليس فقط لأنه اسمه لأنه ابن السنقيس، ولم يكتفي وقام بفصل زوجته وزوجة ابنه من العمل، ولم يكتفي النظام بهذا الأمر بل كل من له اسم من يشترك مع الدكتور السنقيس في الاسم راح وزج له الاتهام الباطل كحكم عمل عبد العزيز السنقيس بالاعدام وغيرها من هذه الاحكام، ليس لجرم لان اسمه هو شبيه للدكتور عبد العزيز السنقيس. نقف هنا لنعبر عن هذه المظلوميه لهذا الانسان البطل الذي يعبر عن مظلوميه ابناء الشعب البحريني، ونقف هنا ايضا في هذا الاعتصام لنعلن تضامننا وان صوت البحرين هو صوت متواصل ومتألق ومتعالي، وان النصر ان شاء الله ان شاء الله يكون ان شاء الله النصر قريب من الله العزيز القدير.